بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ده تاني مرة نسجل الفيديو ده. النسخة اللي أنا نزلتها زي ما أنت شفت على الجروب كده للأسف ما كانش فيها صوت، لكن نكرر تاني الكرة من الأول ونعيد ونسجل. أول سؤال معانا يا باشا بيقول لك: A woman in the street so that I was in a trouble and came to my knot. بيقول لك امرأة كانت في الشارع شافت إن أنا كنت في مشكلة وجاءت لي إيه؟ لمساعدتي. كلمة مساعدة يعني إيه بقى؟ كنت كتبت لك في الفيديو اللي فات ان انت عندك النون لكلمه ايد اللي هي يساعد، وهيلب يساعد، واسيستنس. الكلمات دي كلها كده معناهم مساعده، كل دول كده اسم بمعنى مساعده. ممكن نستخدمهم كفعل بقى، ايد اسمه فعل، هيلب اسمه فعل، لكن اسيستنس دي الاسم والفعل منها اسيست. طيب، وكنت كمان قلت لك على فكره انك انت بتقول a woman in the street يعني امراه في الشارع، او كان ممكن تقول a passing woman يعني امراه ماره. طيب، في الجملة دي كان في كلمة اسمها did يعني ميت، لكن احنا بنستخدمها بمعنى very. فلما اقول لك the question is did easy يعني سهل جدا، فاحنا هنا اخترنا كلمة aid عشان came to my aid اتوا لمساعدتي. The wedding A will be held in May. ال wedding A سيعقد في شهر مايو، فأكيد قلنا ال wedding ceremony. wedding ceremony هو الاحتفال، قلنا ceremony زيها celebration اللي هو احتفال برضو، وكان ممكن نقول برضو the wedding party اللي هي حفلة الزفاف. clarification توضيح، category تصنيف زيها كلمة rank و classification. surprise معناها يدهش ومعناها دهشة. طيب، الجملة اللي بعد كده رقم 3: the president اللي هو الرئيس of Egypt. هنا في ملحوظة عايزك تعرفها انا ما كتبتهاش هنا، فاكتبها بقى بمرة. انت ممكن تقول لي the president اللي هو الرئيس كده من غير اي اسم، لكن انت لو قلت لي president president مثلا سادات، الرئيس السادات كده ما تاخدش معاها the. زي برضو بنقول the doctor الدكتور، لكن انت لو عايز تقول دكتور عمر مثلا فتروح قايل لي دكتور عمر من غير ما ناخد ذا، يعني لقب لما نجيب معاه اسم ما ناخدش ذا. فعشان كده الراجل قال لك ذا بريزيدنت هنا عشان الرئيس. اوف ايجيبت هاز نوت 3 انترناشونال كونفرنسز ذيس مانس. الرئيس المصري عمل ايه في 3 مؤتمرات عالميه هذا الشهر؟ يبقى اكيد اتندد. وهنا كنا بنتكلم على ان كلمه اتند ليها معنيين. اتند المعنى الاولاني ليها بمعنى يحضر، والمعنى الثاني معنى يرافق. فلما اقول لك مثلا ذا بريزيدنت واز اتندد باي ا جروب اوف جاردس معناها الرئيس رافقه مجموعة من الحراس. فكلمة attend يعني يرافق، و attend معناها يحضر. intend يعني ينوي، و excited معناها متحمس أو مثار، و tend يعني ينوي أو ينتوي أو يميل إلى. بعدها to المصدر دي بقى معنى attend معناها يميل إلى sorry، لكن intend ينوي. He is drawing a not showing how the machine works. هو بيرسم إيه عشان يبين لنا كيف تعمل الآلة؟ diagram اللي هو رسم توضيحي. طب من غير ما نكمل بقى كده، شكرا، اقتنع بالإجابة. هو بيرسم رسم توضيحي عشان يبين لك كيف تعمل الآلة. رقم 5: will not employees الموظفين الايه بشكل جيد دايما بيعطوا اهتمام لكل التفاصيل. طيب، هنا في الجملة عايز يقول لك will organized employees اللي هم الموظفين المنظمين بشكل جيد. في الجملة دي كان في كلمة اسمها due to. انا قلت لك هنا ان due to معناها على وشك، هنا بتساوي كلمة is about to اللي برضه معناها على وشك، والديو تو دي معناها بسبب يعني هتساوي because of owing to. طيب، فحضرتك هنا في الجمله اخترت لي well organized. الجمله 6: computer viruses الفيروس بتاع الكمبيوتر بيقع في ثلاثه ايه يا ترى؟ categories اللي هي تصنيفات، ولا capacity اللي هي سعه، ability قدره، وcapability اللي هي القدره او الاستطاعه. فتصنيفات الفيروسات هم ثلاث تصنيفات في 3 categories. طب رقم 7: AIDS can make lessons much more interesting. انهي AIDS اللي بتخلي الدرس اكثر تشويقا واكثر comprehensible يعني اكثر شموليه وفهما؟ يعني اكيد الفيجوال AIDS. فيجوال AIDS معناها المؤثرات البصريه. visible دي معناها مرئي يعني حاجه مش مخفيه، وinvisible يعني غير مرئي. knowing it was not a question I didn't reply. انا عارف ان السؤال ده كان سؤال ايه فما رضيتش اجاوب السؤال، ان هو كان سؤال rhetorical. rhetorical دي معناها سؤال بلاغي، يعني سؤال بلاغي هو السؤال اللي احنا بنسأله في البرزنتيشن ومش محتاجين له إجابة. this is not that we all have to cooperate to overcome. هذه بمثابة ايه التي ينبغي علينا جميعا ان نتوحد حتى overcome نتغلب عليها، اللي بتساوي كلمة conquer واللي بتساوي كمان get over. الكلمات دي كده كلها معناها يتغلب على. طيب، admission دي اللي معناها اعتراف، وchallenge يعني تحدي، وchance يعني فرصة، وchange يعني يغير او تغيير، بتسوي كلمة alter اللي معناها يغير. طيب، خد بالك alter مش alert، عشان في alert دي اللي معناها منبه او ينبه، ومعناها كمان اعراض المرض. في الحتة دي بقى لو معناها اعراض المرض فهتساوي sign يعني اعراض، وهتساوي كمان كلمة symptoms الاعراض. طب المهم بيقول لك 10 two citizens اتنين مواطنين
sent a complaint أرسلوا بشكوى to the local A because of the broken bridge. اثنين من المواطنين أرسلوا بشكوى للمجلس المحلي يعني أو رئيس المجلس المحلي اللي هو الكونسلر local councillor هو الراجل بتاع المجلس المحلي عشان يشتكوا من الكوبري المحطم. A few years after not from university he acquired his reputation. خد بالك كلمة reputation دي معناها سمعة وacquire يعني يكتسب. هو اكتسب سمعة as a philosopher كشخص فيلسوف بعد سنوات من تخرجه يبقى after graduation. على فكرة كان ممكن نقول few years after he بس كنا هنقول هنا he graduated يعني بعد ما هو تخرج. They are putting pressure هما بيمارسوا ضغوطات على الناس to not for them عشان يعملوا لهم ايه في الكومينج الكشنز اللي هي الانتخابات المقبلة اكيد لكي يصوتوا لهم يبقى فوت. فوكس يركز وبعدها حرف جر اون طبعا فوكس اون. كيوت معناها معناها لطيف او ظريف لكن عندك كلمة اكيوت ودي بتيجي دايما في القطعة بمعنى حاد. طيب ميوت يعني يصمت وصامت. It is a bit short يا رب على الجملة اللي احنا اتهلينا منها. It's a bit short notice ده مصطلح انت حفظته مش محتاجين اي توضيح فيه. Getting work is difficult for some not nowadays. الحصول على العمل بات من الصعب بالنسبة لمين هذه الايام؟ اكيد لجراجويتس. جراجويتس اللي هم مين؟ اللي هم الخريجين. خد بالك الاسم المفرد منها اسمه اجراجويت. طبعا جنريت يعني يولد وجارانتي اللي هو يضمن حتى انت بتقول جارانتي سيرتيفيكت لشهادة الضمان. فايبريت يعني يهتز. When two or more elements لما اثنين او اكتر من العناصر كومباين بيتجمعوا ويتوحدوا مع بعضهم عشان يكونوا شكل اكتر مركب بين الكيميكال تشينج تيكس بليس بيحصل تغير كيميائي. خد بالك كومباين دي كانت في 2022 فانتبه ليها. يبقى لما اتنين من العناصر لاي شيء يتوحدوا مع بعضهم عشان يكونوا شكل معقد او مركب. طبعا كومباكت دي معناها مدمج. يعني ايه مدمج؟ زي ما نقول مثلا سي دي اللي هو الكومباكت ديسك يعني اسطوانه مدمجه. كونتراديكت يتناقض وكونتنت اللي معناها محتوى وكذلك كونتنت معناها قنوع زي كونتنتد. ادماير ذس اكتور انا معجب. اي ادماير ذس اكتور انا معجب بهذا الممثل. هيز بيرفورمانس از ريلي ان ادائه بيكون اكيد امبرسيف اللي معناها مبهر. اجريسيف يعني عدواني. يوجوال يعني عادي. اوردينري معناها عادي طبيعي زي غيره فاكيد مش هيعجب بيه. ريسيرش البحث ايه ذات اوفر 81% اوف تيتشرز ار ديس ساتسفايد وذ زير سالري. البحث يثبتوا يبرهنوا يوضحوا يبقى indicates. على فكرة كان ممكن نقول research states البحث بيبين أو research shows البحث بيبين بيظهر بيقول إن 81% من المعلمين غير مرضيين عن السالري. dissatisfied دي عكسها satisfied اللي معناها مرضي أو contented اللي معناها مرضي وقابلتنا قبل كده. some surgeons بعض الجراحين خد بالك surgeon جراح لكن sir جري دي اللي هي عملية جراحية زي كلمة operation يعني عملية جراحية. عندك بقى كمان سر جي كل دي لوحدها كده معناها جراحي وبيكون بعدها اسم هي زي ما اتفقنا معناها جراحي. طيب some surgeons بعض الجراحين ايه children free of charge يعالجون الاطفال. يعالجون يعني تريد. خد بالك الراجل هنا لو حاب يخربش عليك في الاختيار ويغرقك كان ممكن يديك في الاختيارات كلمة deal with. هو لو مديني في الاختيارات deal ويز كنا خدناها لا برضو ليه اصل ديل ويز وركز فيها عشان دي مهمة. هنروح بس كده لاخر السبورة عشان نكتب فيها الحتة دي. بص معايا يا برنس عايز تفهم ان كلمة ديل ويز بتساوي تريت لو معناهم هما الاثنين يعامل لكن لو معناهم يعالج فديل ويز ملهاش علاقة بالموضوع خالص. احنا عايزين يعالج يبقى تريت. A teenager allows always dreams of being الشخص المراهق دائما يحلم بان يكون ايه of his parents. هنيجي هنا قبل ما نبدأ نحل السؤال ده نقرأ مع بعض اللي انا كتبتها قبل ما الفيديو يبوظ مني. تعال نشوف. بص يا باشا عايزك تفهم كده ان كلمة depend on يعتمد على زيها count on زيها bank on زيها rely on. الناس دول الاربعة كده معناهم يعتمد على وكل ده verb. عندك بقى dependent on معناها معتمد على او اعتمادي على ودي عبارة عن adjective. طب independent of معناها مستقل عن ودي برضو عبارة عن adjective. طب independence from الاستقلال عن دي كده نون حضرتك. فخد بالك dependent on independent of لكن independence from ارجع تاني كده. فانت بتقول المراهق دايما بيحلم بان يكون ايه عن اسرته اكيد مستقلا عن اسرته يبقى independent of. attendant اللي هو المرافق او من كلمة attend يعني مرافق طبعا زي ما اتفقنا قبل كده او يحضر. attendant مرافق او مضيف الطيران. experiment اللي هي تجربة علمية ومعناها يجرب او يجري تجربة علمية على. experience اللي هي الموقف الحياتي او الخبرة والتجربة.
بيقول لك في رقم 20 we are looking for young people، بنبحث عن young people الشباب with enterprise and not، بنبحث عن الشباب اللي يكون عندهم الدقه او الاتقان والابداعيه اللي هي creativity. وعلى فكره لو كان في كلمه innovation كنا خدناها بنفس المعنى، خد بالك دي innovative معناها مبدع. على فكره كان ممكن نقول we are looking for، بنبحث عن not people، في الحاله دي كنا هنقول innovative people الناس المبدعين، او creative people الناس المبدعين برضو. she had not as a child and spent the rest، هي كان عندها ايه كطفله وقضت حياتها في الكرسي وكده، يبقى اكيد كان عندها بوليو اللي هو عشان الاطفال. طيب بعد كده the hotel offers a wide range of not، الفندق ده بيقدم تشكيله كبيره من الايه and services والخدمات، من الخدمات والتسهيلات يبقى اكيد انت عايز facilities. convicts دي هنيجي هنا مع بعض كده يا شطار، عند موضوع convicts دي وعايزك تركز معايا، عايزك تعرف ان في كلمه اسمها convicted of او charged with او accused of، الثلاثه دول معناهم متهم بيه او مدان بيه. حلو. طيب هنا في الجمله بقى بقول لك ان كلمه convicts قلناها خلاص كده بكل احتمالاتها، talents دي معناها المواهب ومنها talented يعني موهوب، اهي talented معناها موهوب، وعندك faculties اللي هي الكليات. the old system was fairly not whereas the new system is really simple، بقولك ان النظام القديم كان ايه ولكن او برغم ان النظام الحديث كان بسيط، اكيد كان معقدا، ما هو نظام معقد والتاني بسيط. عايز تركز لي على كلمه whereas دي، الكلمه دي هنضيفها معانا لقائمه although وthough وeven though وeven if، الناس دي كلها علشان الكلام ده كله كده بنفس المعنى، كلهم كل معناهم ايه، معناهم برغم، يعني كلهم بيفيدوا الكونتراست والكونتراديكشن والكومباريزن زي ما اتفقنا قبل كده. باي انفستنج ان ايدوكيشن، عن طريق الاستثمار في التعليم، وي نورش ذا نوت اوف اور تشيلدرن، بنعيش الايه بتاع الاطفال بتوعنا، اكيد التالنتس اللي هي مقصود بها المواهب الخاصه بالاطفال. بعد كده بقول لك يا باشا ماي جراند فازر، جدي دايد لاست يير، جدي مات السنه اللي فاتت في عمر ال81. هنيجي هنا بقى كده عشان تفهم، طبعا في كلمه عدت علينا ما قلتهاش ما وضحتهاش انا، اللي هي كانت كلمه سيمبل، اللي بالاي دي معناها عينه او قطعه، كنت كانت بتساوي كلمه بيس. طب كلمه سيمبل اللي بالاي اس اي ام بي ال اي ده بسيط، ات از سيمبل الموضوع بسيط، او ات از سي ات از ا سيمبل يعني انها عينه. الحاجه الثانيه عايز تركز معايا ان كلمه ايجد بتساوي ات ذا ايج اوف بتساوي وين هي ووز، الثلاث كلمات دول معناهم في عمر. لكن عندك مصطلح ثاني عايزك تنتبه له اللي هو ان ذا ايج اوف، in the age of دي حضرتك معناها في in the age of معناها في في عهد او في عصر، لما اقول لك مثلا in the age of مبارك في عهد مبارك. لكن aging دي التقدم في العمر او الشيخوخه، والكلمات دي كلها كده المفروض حضرتك حفظتها من كتر ما كررناها في الوحدات اللي فاتت. طيب المهم انت بتقول لي هنا الراجل بيقول لك ان جدي مات السنه اللي فاتت في عمر ال81، يبقى aged او at the age of، هتقول لي طب ما هي في واحده هي at، لا ما هو دي at of age، المفروض اسمها at the age of. طب in the age of لا دي حضرتك في عهد او في عصر. the not will be used to modify the course for next year، الايه بيستخدم لتعديل الكورس المقبل، اكيد التغذيه الراجعه اللي هي الفيدباك، ما احنا قلنا الفيدباك دي اللي هي حاجه كده زي نظام الاوبينيون، رايك بعد ما تاخد كورس معين وتقول الفيدباك بتاعتك، والله الاستاذ ده كان متقن، المدرب ده كان متقن، والمدرب الثاني ده كان سيء، الوقت ما كانش مناسب، فانت بتدينا رايك، نبدا نعدل وفقا لرايك. The role women play in society، الدور الذي تلعبه النساء في المجتمع، is not no one can deny it، لا احد يمكنه ان ينكر هذا الدور، معنى كده ان الدور ده كان دور significant اللي معناها بارز او اساسي او ضروري او مهم. trivial دي معناها تافه، دور تافه. unintelligent يعني غير ذكي، وvisual يعني مرئي. this new not of artificially growing cells، هذا الايه الجديد للخلايا التي تنمو بشكل صناعي. copies وبينسخ what actually happens، بينسخ ما يحدث فعليا في الطبيعه. fact يعني حقيقه، truth يعني حقيقه، تكنيك اللي هو التقنيه، فانت بتقول لي هذه التقنيه الجديده لتصنيع الخلايا تنسخ تماما ما يحدث في الطبيعه. كلمه army دي معناها الجيش. طيب بعد كده رقم 29، she remains يعني هي بقت an a example. قبل ما احل السؤال ده تعالى اقرا مع بعض الملحوظتين اللي عملتهم لك انا هنا دول، عشان دول ملحوظتين مهمين جدا لابعد حد. اول ملحوظه فيهم كده كلمه inspiring، inspiring دي معناها ملهم، طب inspired معناها ملهم، طب inspiration دي معناها الهام، الفرق بس ان دي ملهم
بالكسرة لكن دي ملهم بالفتحة، لكن دي إلهام اللي هو النون بالحوار ده. ركز لي هنا في حتة حضرتك، ان انسبايرنج دي صفة وانسبايرد صفة برضو، لكن انسبايريشن دي اسم. طيب عشان كده ممكن نقول مثلا شي از ان انسبايريشن، يعني هي تعد إلهاما بالنسبة لنا، أو شي از انسبايرنج يعني هي تعد ملهمة، واسكت على كده، أو شي از ان انسبايرنج وومن يعني هي امرأة ملهمة. لكن ممكن اقول لك وي ار انسبايرد باي هير، يعني نحن نلهم بواسطتها. طيب انا هنا رقم 29، شي ريمينز از، هي ظلت كايه؟ كمثالا ايه؟ ليه يمكن ان يحتذى به؟ يبقى مثالا مثالا ملهما، فحضرتك عايز كده ملهما اللي هي انسبايرنج. فلما نقول شي ريمينز از ان انسبايرنج اكزامبل، او ان والصفه اللي هي انسبايرنج والاسم اللي هو اكزامبل. في رقم 30 بيقول لك ان وات از ان اوت دور ميل، اوت دور ميل يعني وجبه خارجيه. قبل ما احل السؤال ده تعالى ما اقول لك على حاجه كده. كلمه بيكنيك يا عم الحاج، يعني بس لون مختلف عشان يبقى الكلام مميز. كلمه بيكنيك دي ليها اكتر من معنى، لها ثلاث معاني عندنا في المنهج. حلو، الكلمه الاولانيه معناها وجبه خارجيه، اي وجبه بتاخدها معاك وانت ماشي في الشارع دي اسمها بيكنيك، راح تتفسح يعني، او معناها برضو النزهه. وكلمه بيكنيك كمان معناها يتنزه، يعني الكلمه دي معناها وجبه ومعناها نزهه ومعناها يتنزه. حلو الكلام. نيجي هنا بقى بقول لك ان هي ايه، هي الاوت دور ميل، يبقى خلاص يا باشا بيكنيك. شكرا. if you not him he will surely beat you he is an excellent player، ده لعيب ممتاز، فلو انت عملت له ايه هو هيهزمك اكيد، لو انت تشالنج يعني تتحداه. she prefers not to weight lifting، هي بتفضل ايه اكتر من الويت ليفتنج؟ هي بتفضل الباور ليفتنج، العاب القوه يعني، اكتر من الويت ليفتنج اللي هي العاب رفع الاثقال. It can be difficult to، ربما يكون من الصعب انك انت the effectiveness، انك تعمل ايه في اثر التريتمنتس العلاجات، اكيد انك انت ايفالويت يعني يقيم. ايفالويت دي زيها اختها الثانيه اسمها assess. insist يعني يصر على، persist يعني يثابر، وconsist اللي هو يتكون من اللي معاه اوف دايما. She always finds not for her painting in nature، دائما ما تجد ايه لرسوماتها في الطبيعه، اكيد الهاما inspiration. عايزك تفهم كده انك ممكن تقول she always find this nature inspiring، تجد ان الطبيعه ملهمه. contamination خدناها قبل كده بمعنى pollution اللي هو التلوث. coronation ده اللي هو حفل التنصيب، واكوموديشن اللي هي الاقامه. on your first day in a new job، في اول يوم ليك في الوظيفه الجديده، you should make a good، لابد ان تترك ايه جيد؟ اكيد انطباعا جيدا، يبقى اكيد impression. امال ايه expression دي؟ expression دي معناها تعبير، تعبيرات الوجه مثلا. depression دي اللي هو الكساد الاقتصادي ومعناها الاكتئاب، وtradition دي اللي هي العاده والتقاليد زي stereotype. طيب the girl not us with her superior intelligence، البنت عملت فينا ايه؟ بادائها وذكائها الشديد، اكيد impressed. impressed يعني الهمت، فالبنت الهمتنا بذكائها. 37 our top priorities، اولوياتنا الكبرى لابد ان تكون الايه؟ and commercial growth، والنمو التجاري، اكيد الربح يعني. من بين الاختيارات دي بروف يعني دليل، بروف دي اخت argument، argument واخت كمان كلمه evidence، evidence بس evidence اسم لا يعد والباقيين دول معدودين. بروفيت اللي هو الربح طبعا دي الاجابه، لوس اللي هي الخساره، كلوجر دي اللي هو الاغلاق. خد بالك عندك كلمه لوس دي معناها خساره ودي اسم، لكن كلمه لوز معناها يخسر، يخسر ده فعل، وعندك كلمه لوز دي صفه بمعنى واسع او فضفاض او مهلهل، وهي عندك في المنهج. if you work hard، لو انت اشتغلت باجتهاد، you will certainly، دي هتكون ايه ان شاء الله؟ لو انت اشتغلت باجتهاد فانت هتكون. بص معايا هنا قبل ما نحل عشان اقول لك حته مهمه جدا. طيب الراجل هنا قال لك بس كده قبل الحته بتاعت هتكون ايه، في هنا ملحوظه كنت مطلعها برده، تعالى نقراها مع بعض عشان تفهم ايه اللي انا كاتبه ده. عايز تعرف ان كلمه distant دي معناها بعيد، زي بالظبط far away معناها بعيد، زي remote برده بعيد، زي isolated بعيد او منعزل، كل ده معناه بعيد او منعزل. حلو الكلام. طيب عندك كلمه تانية بقى اللي هي كلمه distance. distance ده معناها يبعد كده، معناها يبعد عن، يبعد ده فعل، او معناها مسافه، ذا ديستانس بتوين ماي هاوس اند مش عارف كده. في مصطلح كان جه مره في كتاب الورك بوك تقريبا، كان بيقول لك ان بنت عايشه على ووكينج ديستانس،
ديستانس زي ما هنقول في مصر كده بنقول فركة كعب. يعني ايه فركة كعب؟ يعني مسافة تتمشي على الرجلين. اقول لك بنت عايشة على a walking distance، يعني مسافة بيني وبين بنتي مش بعيدة. دي اول حتة كده اي بتعرفها. وكلمة distance مش معناها بعيد، distance معناها يبعد عن. خد بالك، distance معناها يبعد عن، distance معناها مسافة، لكن distant اللي بعيد. حلو الكلام. طيب ارجع بقى هنا تاني، انا بقول لك distance your children، يعني ابعد اطفالك. to be، ان تكون، a success و successful الاثنين ينفعوا، بس a success دي اسم و successful صفة. فنخدنا او ان ناخد successful، سوري a success، خدنا او ان ناخد success، شلنا الا ناخد successful. ولكن احترس عشان انت ممكن يجي لك في امتحان زي ما انا كاتب هنا كده this is a not man، هذا رجل ايه. انت عارف ان عندك او ان، فانت محتاج صفه وبعدين اسم، فاللي هنا ده كان صفه والصفه اللي هي سكسسفول. طيب تعالى بقى بقول لك هنا يا باشا if you work hard you will certainly be، هتكون a او ان يبقى سكسس على طول. today is not to be to get better don't waste it، النهارده ده بالنسبه لك دي opportunity، فرصه لكي تتحسن فلا تهدرها. application طلب التقدم للوظيفه او البرنامج، ومعناها التقدم معناها تطبيق، يبقى كده تلات معاني. تاني كده ابلكيشن لها تلات معاني، معناها طلب التقدم لوظيفة، ومعناها التطبيق اللي هو بمعنى استخدام، ومعناها تطبيق برضو اللي معناها برنامج. فعشان كده اقول لك مثلا انا عندي ابلكيشن على التليفون، فدي اسمه ابلكيشن بمعنى برنامج، هتساوي كلمة اب كده نختصرها باب. او اقول لك ابلكيشن اوف تكنولوجي اللي هو استخدام التكنولوجيا، او لما اقول لك انا قدمت الابلكيشن قدمت الطلب. طب ابليكانت المتقدم للوظيفه، وكانديديت المرشح المتقدم برضو، بي وسي نفس المعاني. A researcher gave a note، الباحث اعطى، a note today about، الباحث هيعطي ايه يا ترى؟ اكيد هيعطي عرضا تقديميا او حديثا. فgive a talk او give a speech، وكان ممكن كمان give a presentation يعني يعطي عرضا تقديميا. The note workload is making massive inroads into our working day، ال اوفر ورك لود اللي هو العمل الـ يعني حمل العمل او الـ العمل الثقيل، يعني اكيد العمل الثقيل الاداري ادمنستريتيف. طبعا دي معناها عنيف، ودي ديمقراطي ديمقراطي، ودي كمان كده التواصلي، فانت او دي معناها مخرب، سوري رقم بي دي معناها مخرب. فانت بتقول ادمنستريتيف ورك لود اللي هو العبء الاداري في الشغل، بيخلي الانسان يعني يومه العمل يوم في العمل ثقيل متعب. يعني after working for 10 hours، بعد ما اشتغلت لمدة 10 ساعات I have not nothing. خد بالك من السياق ده كده، انت بتقول I have achieved nothing يعني لم احقق شيئا، كان ممكن تقول I have succeeded in nothing وتنفع. her insistence او his insistence اصراره on achieving a good result على تحقيق نتائجا ايه، بيعمل له ايه يعني ان هو يحقق اكتر، اصراره على ان يحقق نتائج جيده يحفزه. كان ممكن نستخدم هنا اول حاجه كده motivate اللي هي يحفز، كان ممكن كمان نستخدم كلمه inspire اللي معناها يلهم. الراجل مديني في الاختيارات inspired اللي هي رقم دي، لكن aspire دي معناها يطمح او يرغب فيه، يطمح. بعد كده رقم 44 بيقول لك انهم بيقول يا ترى should and when people should have the same rights and choices as everyone else. بيقول لك مين الناس اللي ايه لازم يكون عندهم نفس الحقوق والاختيارات زي الناس التانيين، اكيد disabled اللي هي دي. كان ممكن نقول people، ممكن نقولها people with الناس اللي عندهم disability اللي عندهم اعاقة، يبقى disabled people هم people with disability. خد بالك كلمة معاق، يا اما انك تقول disabled people او انك تقول the disabled بس من غير people. She not to get her breath back and then carried on jogging. هي عملت ايه عشان تعتدي مع انفاسها ثم اكملت جريها؟ اكيد بوز مدام هتكمل، يبقى ده وقفة لفترة ثم يكمل. رقم 46 يقول لك we have to treat people with not as if they were sound people. لازم نعامل الناس اللي عندهم ايه كأن هم ناس عاديين. دي انا لسه كاتبها لك هنا حالا اهي. بص احنا قلنا هنا ايه، people with disability الناس اللي عانى من اعاقة، يبقى disabilities اللي هي رقم دي. امال ايه facilities؟ تسهيلات. و capability القدرات، و abilities اللي هي القدرات برضو. رقم 47 بقول لك he always gets nervous whenever he has to give a to audience. بقول لك هو دايما بتعصب وقت ما يكون عنده يعني مطلوب منه ان هو يعطي ايه للجمهور، اكيد يعطي حاجة زي ما اتفقنا من ثلاثة، give a speech يعني يلقي كلمة،
give a talk اللي هو يلقي كلمة برضو، أو give a presentation يعمل عرض تقديمي، يبقى أنا هاخد له presentation رقم B. Everyone admires her، كل الناس بتعجب بيها. For she is، لأنها امرأة إيه يا ترى؟ Elegant IQ، وهي دي Elegant اللي معناها جميل أو رائع أو جذاب، زي كلمة graceful اللي برضو معناها جميل أو رائع أو جذاب. Your resume اللي هي resume دي قبل أو resume بقى، عشان هي لها نطقين، هي في النطق اللي احنا محتاجينه هنا معناها رسمي عموما، بس تعالى نترجم ونقول لك الكلمه دي ليها نطقين، ممكن ننطقها رسمي وهي في الحاله دي هتساوي سي في، ممكن نقولها ريسيوم يبقى هتساوي سمرايز او ريستيت، بس احنا مش فاهمين ريستارت، بس احنا مش فارق معانا نطقهم حاليا، يعني احنا مطلوب مننا نعرف الفرق بين الثلاث معاني. الكلمه دي ممكن يكون معناها سي في، لما اقول لك يو شود جيف اس يور ريزومي بيفور ساندي، قبل يوم الاحد الجاي، او كان يو ريسيوم this report، ممكن تعيد صياغة هذا التقرير، أو إنك أنت ولما تكون واقف تاخد راحة كده، ف you should resume fast، لابد أن تبدأ مرة ثانية. المهم بقولك إن ال CV لازم يبرز المهارات وال achievements الإنجازات بتاعتك، عملت إيه في حياتك العملية عشان إحنا نرضى نقبلك في الوظيفة ولأ. 50 بقولك she won two medals and not although she is disabled، يعني بقولك هي فازت بميداليتين فين؟ برغم انها معاقه، كونها معاقه فهي بتلعب في البارالمبيكس. اللي بيلعب في الاولمبيكس ده الشخص السليم. I pity children، انا اشفق على الاطفال who suffer from داونز، الذين يعانون من داونز سيندروم، ودي كلمه خلاص عرفنا منها وحفظناها. This not qualifies you to work as a dental assistant، هذه الايه؟ تؤهلك للعمل كمساعد او دكتور اسنان يعني. اكيد سيرتيفيكت، سيرتيفيكت اللي هي الشهاده. وقبل ما نمشي انا هنا عامل ثلاث ملاحظات على موضوع الشهاده دي عايزك تركز فيهم. الاولانيه عايزك تعرف ان في حاجه اسمها birth certificate، death certificate، marriage certificate، graduation certificate. birth certificate اللي هي شهاده الميلاد، طيب الdeath اللي هي شهاده الوفاه، طب marriage اللي هي شهاده الزواج اللي هي القسيمه يعني، وgraduation اللي هي شهاده التخرج. الاربعه دول مطلوبين من حضرتك والاربعه معاك. طيب everyone concerned acted with great courage and، كل الناس المهتمه بالموضوع تصرفوا او سلكوا بشجاعه، و ignorance اللي هو جهل، negligence اللي هو التجاهل، coincidence بالصدفة، ولا determination أكيد بشجاعة وإصرار، يبقى determination. nursing wounded، wounded اللي أنا عامل لك عليها علامة دي، wounded دي معناها الجرحى، والجرحى دي عبارة عن صفة، فأنت بتقول إن تمريض الجنود الجرحى at war time في وقت الحرب is not an easy task، ليس بالمهمة السهلة. our national team is expected to win the coming، الفريق القومي من المتوقع إن هو يفوز بالايه المقبله؟ اكيد بالفولوينج تشامبيونشيب، البطوله المقبله. ذا نوت ووز كليرلي انشانتد باي هير بيرفورمانس، الايه كان واضح جدا ان هم منبهرين بادائها، اكيد الاودينس اللي هو الجمهور. تولرانس اللي هو التسامح، ريفرنس اللي هو المرجع، وكونسيدنس اللي هي معناها مصادفه، واحنا خدناها اكتر من مره وهي اصلا في المنهج. طيب بقول لك في 57 يا عم، 57 بقول لك ماي كازن is my not I respect him much، بقول لك ان ابن عمي ده هو ايه بالنسبه لي، وانا بصراحه بحترمه جدا. تعال نشوف رول موديل اللي هو القدوه بتاعتي. inspiring يعني ملهم، motivated معناها محفز، immigrant هو المهاجر، فانت بتقول ان ابن عمي ده هو القدوه الحسنه بتاعتي. هي الواحد يقول لي طب ليه ما ناخدش inspiring الملهم؟ لا ما حضرتك inspiring دي صفه، انت عارف ان my دي صفه ملكيه اصلا بيجي بعدها اسم، مش هينفع ناخد صفتين ورا بعض، فممكن نقول my inspiration مثلا. I am in a rather not position، أنا في موقف إن إيه؟ الوظيفة بتاعتي بتختلف عن وظيفة الناس كلها، يبقى أنا في موقف يونيك فريد. The teacher not the difficult paragraph so the students could understand it، المدرس عمل إيه في الباراجراف الصعب عشان الطلبة يفهموه كده ويبقوا كويسين؟ عمل حاجة من التلاتة دول، إما إنك تقول paraphrased أو ري ستيتد أو ري وورد اللي هي دبليو أو آر دي، كلمة وورد الكلمة وقبلها ري. فلما تقول للمدرس ري بارافريزد يعني اعاد صياغه الباراجراف عشان العيال تفهمه. A university not has become requesty for every او for entry into most universities، الايه بتاعت الجامعه بقت مطلب من مطالب الالتحاق بالجامعه في اي مكان. انت هنا هتقول اكيد certificate، اليونيفرستي سيرتيفيكت اللي هي الشهاده الجامعيه، وكان ممكن نقول يونيفرستي ديجري اللي هي الدرجه الجامعيه، وده اللي الراجل عمله هنا. طيب خد بالك الديجري دي معناها درجة علمية في الجامعة مثلا، ومعناها درجة الحرارة، لكن جريد معناها درجة الامتحان، انت جايب 7 من 10 مثلا، او
بنسميها يدرج، ومعناها كمان صف دراسي، سنة أولى وثانية وثالثة إعدادي مثلا، نقول جريد 1 جريد 2 جريد 3. ingredient معناها عنصر أو مكون، وجراديوال تدريجي. Your work is impressive، والله أدائك يا باشا شغلك مبهر. كلمة impressive يعني مبهر، بتساوي admirable، احفظ الكلام ده. administrative يعني إداري، بتساوي كلمة managerial اللي هي إداري برضو. طيب بعد كده to combine، combine يعني يجمع بين حاجتين، يبقى دي اسمها merge. She is young but independent، independent يعني مستقل. الكلمة اللي عكس independent المستقل، عكسه المعتمد على الآخرين، اللي هي اسمها subordinate. بس في مشكلة، أنت أصلا ما تعرفش كلمة subordinate دي وأول مرة تشوفها. أيوة بس أنت هتختارها برضو صح. ليه؟ لأن أنت عندك self reliant معتمد على ذاته، self motivated المحفز بذاته، self sufficient اللي هو الكف أو اللي عنده كفاية ذاتية، كفاية يعني مش محتاج حد. فكلهم مالهمش علاقة بالموضوع، فعشان كده تمشي على طول subordinate. رقم 65 بيقول لك another word for specific، كلمة تانية بمعنى specific اللي معناها محدد، هي كلمة particular اللي هي رقم B اللي برضه معناها محدد. 66 يا باشا بيقول لك the word ceremony، كلمة ceremony اللي هي معناها احتفال، ممكن نحط مكانها كلمة celebration اللي معناها احتفال برضه. السينونيم من كلمة category، category يعني تصنيف، يبقى classification، وعلى فكرة كان ينفع نضرب مكانها برضه كلمة rank. She is admired for she is a success، هي معجب، هي الناس معجبة بها بسبب ان هي ناجحة. فخد بالك كده، كلمة ادماير معناها معجب بها، وكلمة success معناها ناجح، عكس ناجح فاشل اللي هي failure. another word for face to face، الكلمة اللي بمعنى face to face هنا مين؟ هنترجم الكلمات يا باشا. fearful دي معناها مخيف، bit by bit خطوة خطوة، hard and hard صعب وصعب، فأكيد via v اللي هي بالفرنساوي أصلا اللي معناها وجها لوجه. I need to overcome my fear، أنا بحاجة إن أنا أتغلب على مخاوفي. overcome يتغلب على، هتساوي conquer، وهتساوي كمان زي ما اتفقنا get over. I am enthusiastic about، أنا متحمس بشأن the new post I occupy. خد بالك هنا عشان في ملحوظتين عايز تاخد بالك منهم. الملحوظة الأولانية حضرتك هي الآتية، أولا كده إن كلمة occupy دي معناها يشغل، يشغل حيز واخد مكان يعني، وكمان معناها يشغل وظيفة معينة، ده رقم واحد. الملحوظة التانية كلمة بوست اللي معناها وظيفة بتساوي كلمة بوزيشن اللي برضو معناها وظيفة، بتساوي كمان كلمة جوب اللي معناها وظيفة. كل ده كده أسماء معدودة، فعشان كده ناخد قبلهم آه. لكن عندك كلمة employment اللي برضو معناها وظيفة، بس employment اسم لا يعد، والناس اللي فوق دي كلها اسم يعد. طيب فالراجل بيقول لك enthusiastic about، متحمس بشأن. sorrowfully مما أثار حزننا. everything in some people's lives is measured in، بيقول لك إن كل شيء في حياة بعض الناس بيقاس in terms of، معناها وفقا لي. in terms of دي بتساوي in order of، وبتساوي كمان according to. التلات كلمات دي معناهم بناء على أو وفقا لي. طيب ادخل على رقم 73، بيقول لك he can't move، ما بيقدرش يتحرك. He has a knot problem، عنده مشكلة ايه؟ with his leg، في رجله، أكيد عنده مشكلة بدنية في رجله، ما هو ما بيتحركش، أمال إمتى نقول مشكلة mental لو هو ما بيعرفش يفكر؟ 74 يا باشا بيقول لك we work hard، نحن نعمل بجد to not the minds. عند كلمة minds دي في شوية ملحوظات عايزك تعرفهم قبل ما تبدأ تحل. أول حاجة يا باشا، كلمة mind دي بنستخدمها كفعل بمعنى يمانع أو يعارض، بعدها بيكون الفعل مضاف له ing، أيا كان وضعها لازم بعده ing. فلما اقول لك do you mind، هل تمانع، ونجيب بعدها الفعل المضاف له ing، او would you mind وبرضه ing. خد بالك سواء do او would بعدهم الفعل المضاف له ing. طب انت اشمعنى قلت do would، يعني ايه الفرق بينهم؟ انت عايز تقرفني بايدي دي ليه؟ لا انا عايز افهمك انك انت لما تقول do you prefer مثلا، do you prefer، فانا ممكن اجيب بعدها ing او do الفعل في المصدر. لكن لو انا قلت لسيادتك would you prefer، فهنا ما ينفعش حضرتك غير تو الفعل في المصدر، يعني ود غيرت مسار الحوار، لكن مع مايند الكلام ما تاثرش، سواء انت قلت لي ود سواء قلت لي دو، هي كده كده بعدها ان جي. طيب في مصطلح كمان ليه علاقه بمايند اللي هو تشينج ماي مايند، يعني اغير رايي، وفي ميك اب يور مايند اللي هو قرر، بتساوي كلمه ديسايد. الكلام ده لو حضرتك حفظته فانت برنس. بيقول لك وي ورك هارد تو، ان احنا نعمل ايه في الاذهان او عقول الناس المستثمرين الاجانب، يبقى تشينج. ما ننساش برضه احنا اتفقنا كلمة change دي بتساوي كلمة alter اللي معناها يغير أو يعدل. وبرضه كان في مو
ديفاي اللي معناها يعيد يعدل او يغير، وعندك كلمة فاري برضو ينوع او يغير او يعدل. طيب المهم رقم 75، which not do successful people، ما الايه التي الناس الناجحون بيتشاركوا فيها عشان كده هم بيعملوا بيحققوا النجاح؟ اكيد كواليتيز اللي هي ما الخصائص. امال ايه كوانتيتي دي اللي معناها الكميه؟ ديميريتس العيوب، اوبستكلز العقبات زي كلمه هارد شيبس، هارد شيبس اللي هي برضو معناها الصعوبات. In today's world في عالم اليوم success is sometimes النجاح احيانا ايه بكميه المال التي تمتلكها، اكيد النجاح بيقاس. فانا عايز الطبيعي ان انا افكر في كلمه ميجر في الاختيارات، ما لقيتهاش خلاص يا باشا. هو عايز يقول لك يعرف بيه اللي اسمها ديفايند اللي هي رقم بي. I noticed an elegant a elegant lady sitting next to my aunt، بقول لك انا لاحظت امراه جميله جدا تجلس بجوار عمتي. كلمه elegant اللي معناها جميل هتساوي graceful اللي قلناها فوق. I this type of sport I like it very much، انا بحب الرياضه دي جدا يبقى I adore. وعلى فكره بدل ادور دي كان ممكن تقول I admire، نفس القصه برضو. امال ايه ديل؟ ديل معناها يتعامل مع، وانت عارف ان ديل برضو معناها اتفاق، وعارف اكيد ان ديل ديل بيجي بعدها حرف الجر وز. طيب دي تيست معناها يكره، بتساوي كلمه هيت، وديلي يعني يؤجل، وعند ديلي هنعمل رصه محترمه واضعه بعد ورا بعضها. ديلي دي قلنا معناها يؤجل، بتساوي مين؟ بوت اوف، اكيد انت حافظ وهتقول معايا، هتساوي كمان بوست بون اللي معناها يؤجل، وهتساوي كمان بروك راستي نيت، كل دول معناهم يؤجل او يماطل. كده 75 سؤال لسه في تاني، اكيد ندخل على الصفحة اللي بعد كده. خلصنا الحمد لله، انا كده خلصت بكل بفضل الله عز وجل سبحانه وتعالى، يعني ربنا وفقني ان انا خلصت الفيديو ده مرة تانية. لاحظ ان ده المرة التانية اللي اسجل فيها نفس الكلام ده، لك ان تتخيل انا كنت داخل متخيل ان انا هكون زهقان. بس احبكم في الله، واتمنى ربنا سبحانه وتعالى يوصلكم للقمة، واوعى تعدي فيديو، اوعى تحبط، لو ما بدأتش ابدأ، خير لك ان تذاكر قليل من ألا تذاكر اصلا. يلا يا برنس، نلتقي في الفيديو اللي بعده.